خيمت حركة غير عادية كسرت مساء الأحد المنصرم فاتح يوليوز 2012 رتابة الزمن وتطاق العقارب الساعة بحي رياض السلام بالمحمدية. فبينما كان رواد بعض المقاهي على مستوى أزقة وشوارع الحي يحتسون كؤوس مشروباتهم علها ترطب من حولهم أجواء الطقس الحار، وبينما كان البعض غارقا في انتظار حافلة لركوب رحلة الذهاب إلى شواطئ أو مراكز المدينة، حتى انفجر الوضع بسماع ترديدات لشعارات وعبارات صدحت بها حناجر بعض ساكنة حيي رياض السلام والنهضة بالمحمدية تنادي برحيل حافلة نقل المدينة التي حلت خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو المنصرم لفك عزلة التنقل لمستقلي الخطين رقم 1 و2 الرابطين بين حي النهضة وباقي أحياء وشوارع المدينة في اتجاه المنطقة السفلى والحي الصناعي بالمدينة، وذلك بعد تعليق العمل بهذين الخطين من طرف حافلات النقل الممتاز التي وجدت نفسها غير راضية ومستساغة ومعتقلة في قلب دخول مقرر جماعي صودق عليه من طرف المجلس الجماعي للمدينة خلال دورة فبراير من العام الحالي، والقاضي بتحديد المسار الصحيح للخط رقم 1 الرابط بين حي النهضة والمرسى وذلك عبر شارع محمد الخامس عوض زنقة بغداد التي بصدد هذه الأخيرة شهدت شوارع المحمدية أزمات أخذ ورد وخوض معركة طويلة الأمد لسلسلة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية لمهني وأصحاب التاكسيات بالمحمدية لصنفيها الكبير والصغير، وذلك احتجاجا وتنديدا على ما اعتبر من طرف المحتجين خروجا عن تطبيق القانون من طرف الجهات المسؤولة بالمدينة وعدم تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مهني قطاع النقل العمومي وبخاصة حافلات النقل الممتاز بالمجال الحضاري لعمانات المحمدية. وأمام هذا المستجد على قطاع النقل بالمدينة فيما يخص حافلات النقل العمومي والقرار المصاحب له، اعتبر من طرف المهتمين بالشأن المحلي بالمحمدية بأنه لأول مرة في تاريخ العمل الجماعي بالمدينة غابت لغة الخشب وتمت تسمية الأشياء بمسمياتها دون لف أو دوران، مع إظهار الحقائق عارية من طرف كافة المتدخلين للسلطات المحلية لعمالة المحمدية. السبب ديالها هو أن الملف الطلبي الوحيد ديال خدام النقل الممتاز ضرهم هذا الخط اللي تقطع وتوقف الشركة عندها مع السلطة ما عارفينش شنو المشكل اللي كاين، إنما الناس الخدامة ضروا من لاقاش كتخدم 22 تقريبا 22 واحد كيخدموا في الصباح عندنا دو بوست والصباح بوست العشية 22 واحد كاين تناوب تناوب سيتادير غتكون ديك خمس ديك 100 واحد 100 واحد في النهار اللي كيضروا هاد شنو المطالب ديالكم من خلال هاد المسيرة الاحتجاجية؟ الخدمة يخدموا باغيين يخدموا الناس هادو اللي وقفوا الخط اللي وقف لي ما رجع لهم باش يخدموا. أول حاجة مضرين بزاف ضرينا لأن أي واحد هنا عندنا 100 واحد أي واحد تقريبا عنده 50% هاز كريدي من البنكة لا توقفوا هاد الناس هادو ما يمكنش اللي غادي ما غاديش يعطي الكريدي ديالو، كاين اللي كاري كاين اللي عنده الولاد ما عندوش كيفاش غادي يصرف ملي غادي يمشي هاد بنادم فين غادي يمشي. الأهم واش كان شي حوار بينكم وبين الإدارة ديال النقل الحافلات بهذا الشأن هذا؟ لا ما كاينش، غير حنا منين جينا قال لك أودي شنو كاين شنو كاين كسكان أنا بعدا كنضر ضر بزاف عندي ولدي مدخول له القلب كنصرف عليه 60,000 شهريا أول حاجة اللي غنضر الضر فيها أنا. ورجوعا إذن لأجواء المسيرة الاحتجاجية التي نفذتها بعض الجمعيات من المجتمع المدني بحيي رياض السلام والنهضة مدعومة من بعض الساكنة وشغيلة حافلات النقل الممتاز، فإن لهم من الأسباب الشخصية والعامة ما دفعهم لخوض هذه المسيرة التي جابت أزقة وشوارع النهضة ورياض السلام والتي كادت في أحد اللحظات من الانحراف عن إطارها، وذلك في محاولة لتوقيف إحدى حافلات نقل المدينة على مستوى شارع محمد السادس وعلى مقربة من الملحقة الإدارية رقم 7 ودائرة أمن رياض السلام. علاش تساوينا؟ لأنه